السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. نكمل المراجعة المركزة. قلنا إذا كان الجواب ببلا ولم يأتي بالجملة قد السين سوف جملة اسمية نستفهم بالهمزة مع أداة النفي ما ولم. إحنا نعرف أنه ما تأتي مع الفعل الماضي ولم تأتي مع الفعل المضارع. مثل بلا حفظت القصيدة، أقول أما حفظت القصيدة، ألم تحفظ القصيدة. وإذا كان الجواب ببلا وفيه قد نستفهم بالهمزة مع أداة النفي لما، مثل بلى قد نجحت في الامتحان، يكون استفهام ألما نجحت، ألما نجحت، أنجح في الامتحان، أنجح في الامتحان. إذا كان الجواب ببلى وفيها السين سوف قد نستفهم بالهمزة مع أداة النفي لم، بلى سأترك المشاجرة، يكون الاستفهام ألن تترك المشاجرة. إذا كان الجواب ببلى بعد جملة اسمية يكون الاستفهام بالهمزة مع أداة النفي ليس، مثل بلى أنت كريم، أقول يكون ألست كريما. إذا كان الجواب بنعم وفيه أداة نفي نستفهم بالهمزة مع أداة النفي نفسها، مثل نعم لا أحب السفر، أقول لا لا تحب السفر. أما إذا كان الجواب بنعم وليس فيه أداة نفي نستفهم بالهمزة من دون أداة نفي، نعم أنا مطمئن، أنت أنت مطمئن. إذا كان الجواب بنعم وبعده نفي نستفهم بالهمزة فقط وبعد النفي الموجود في الجملة، مثل نعم لا أحب السفر، يكون الاستفهام ألا تحب السفر. هاي أمثلة لوضع أداة الاستفهام. بلى قد قرأت كتابا، بلى قد قرأت كتابا، بلى سأشترك في السباق، بلى سوف أشترك في السباق، بلى أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم لا أحب السفر. عندنا بالنسبة إلى الاستفهام المجازي، هو الاستفهام الذي لا يراد له جواب لأن المتكلم لا يريد معرفة شيء أجل، وله أنواع كثيرة بحسب الغرض البلاغي. اللي يخرج الاستفهام عندنا الاستفهام المجازي الذي يخرج المعنى النفي الظني، وثانيا عندنا الاستفهام المجازي الذي يخرج المعنى التعجب، التعجب السماعي. كيف يكون المنطق السؤال للوزارة عن الاستفهام المجازي؟ لماذا لا يراد معرفة شيء مجهول؟ لماذا لا يراد الاستفهام بالإجابة؟ ما نوع الاستفهام وأي شيء معنى غرض خرجه؟ ما الغرض من ما المعنى من الذي خرج إليه الاستفهام؟ ما نوع الاستفهام ولأي غرض خرج؟ هاي اللي تجي صيغة الوزارة عن الاستفهام المجازي. عندنا أول شيء الاستفهام المجازي لغرض النفي أظن. إذا أمكن استبدال أداة الاستفهام بأداة نفي ما لا ليس، يكون المعنى بدون مستقيما يكون خرج إلى النفي. ما نوع الاستفهام؟ مثال ولأي غرض خرج؟ قال الشاعر قل للجبان وإن تأخر سرجه، هل أنت من شر المنية ناجي؟ شوف قل للجبان هل أنت من شر لست أنت، ما أنت من شر المنية ناجي. إذا الاستفهام المجازي خرج لغرض النفي. قال الشاعر سل الربعة أن يمتمت أم سالم وهل عاد بالربع أن يتكلم زين. قال الشاعر فقالت أقم لا تعدم الخير عندنا، قلت وهل تعني وهل تغني السواقي عن البحر زين. فهذه كلها استفهام مجازي خارج لغرض النفي الظني. يقول إذا اجتمعت أداة الاستفهام مع أداة من أدوات الاستثناء أيضا يخرج إلى النفي الظني، إلا غير سوى عدا خلا حاشا، مثل الجزاء الإحسان إلا الإحسان، استفهام مجازي خرج لغرض النفي. وقال تعالى وهل يهلك إلا القوم الظالمون، أيضا قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، وأيضا قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثالثا إذا اجتمعت أداة الاستفهام مع أداة النفي ما لا ليس، أمثلة لأي معنى خرج في الجمل التالية. أيضا قالت هذا كله نفي ظني، قالت حبست قلت ليس بضائر حبسي وأي مهند لا يغمد، قال الشاعر يعير الذنوب وأي حكم من الفتيان ليس ذنوب. إذا اجتمعت أداة الاستفهام مع فعل غير ممكن الحدوث أيضا، مثل قال الشاعر فلو أستطيع ضربت إليه شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح، يعني هنا ما يمكن أن يطير يعني لم يكن الحدوث. أو قال الشاعر من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار،
أيضا قال الشعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هاي كلها خرجت الغرض منها هو الاستفهام النفي أظن. وأيضا قال الشاعر: وكيف أخاف الفقر والله رازق، لقد رزق الطير والحوت في البحر. وقال الشاعر: أنى يخيب الذي يدعوك محتسبا، وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانا. أيضا عندنا قال الشاعر: أنى يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تذهب. أيضا عندنا قالت: وكيف يميل مثلك للصبا، وعليك من صفة الحليم وقار. هذا كله نفي ظني، كله نفي ظني. نجي أيضا عندنا بعد استفهام المجازي لغرض التعجب السماعي، إذا جاء بعد ما شبه جملة وحرف الجر اللام، مثل إذا جاء أولا، إذا جاء بعد ما الاستفهامين يقصد شبه جملة وحرف الجر لا. قال تعالى: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. شوف خرج الاستفهام المجازي لغرض التعجب، يا أبانا ما لك، إجت ما وبعدها حرف التعجب لا، العفو حرف اللام حرف الجر. قال تعالى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا كله مجازي على وضع أنه ما مع شبه الجملة وحرف الجر. قال الشاعر: أصخرة أنا مالي لا تحركني، هذه المدام ولا هذه الأغاريب. زين، شوف قال الشاعر: من المحامل والجحافل والسرى، فقد اتفقتك نيرا لا بطلع بطلع لا بطلع. شوف لا، ما للمحامل، أيضا هذا كله خرج استفهام مجازي عن طريق ما ولام حرف الجر. إذا جاء بعد أداة الاستفهام فعل ممكن الحدوث. ملاحظة: جميع الأفعال المتعلقة بالله تعالى أو الأنبياء والأولياء ممكنة الحدوث. أمثلة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني هاي تعجب. زين، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أيضا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون البر العفو وتنسون أنفسكم. هذه كلها خرج الاستفهام هنا إلى الاستفهام التعجبي، إلى التعجب السماعي. أيضا إذا جاء بعد الاستفهام جملتين متناقضتين يفصلهما بينهما الواو ظاهرا أو مقدرا. أمثلة: قال الشاعر: أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب. قال الشاعر: وكيف تعلق الدنيا بداء وأنت لعلة التعلق. قال الشاعر: وكيف تعلق الدنيا بداء وأنت لعلة الدنيا طبيب. أيضا قال الشاعر: كيف تنام العين من أجفونها على هفوات أيقظت كل نائم. شوفوا هنا كل هاي كيف تخرج إلى التعجب السماعي. إذا جاء بعد اسم الاستفهام لفظ عجب وتصريفاته، لأي مثل: عند استبار وشكوى عند فاتتني، فهل أعجب من هذا امرؤ سمع. قال الشاعر: ما أعجب الليل الذي قبعت بسطوته الجفون. شوف هاي كلها إذا جاء بعد الاستفهام اللفظ بأل. قال الشاعر: العفو بال، ما بالك تثبي لا يراد جوابها، فهل أكرمت ألا تقابل بالرد. وأيضا قال الشاعر: ما بال قلبك عن هوانا نازح، هل أنت في دعوى المحبة مازح. هاي كلها خرجت إلى الاستفهام التعجبي. زين، عندنا الأسئلة، أكو أسئلة وزارية. وقال الشاعر: من أشتكي وإلى من أعتزي، وندى من أشتدي، كل امرأة أمر فيك منتقم. ما أعراب من الاستفهامية الواردة 3 مرات مع ذكر القاعدة؟ أول شيء من اشتكي اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. إلى من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سبقه حرف جر. ندى من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالإضافة سبقته نكرة مضافة. زين، قال الشاعر: فمن ذا يهدي إليك ما دعا، كما أسلم السلف الجمان الممضدا، كيف الصبر عنك أي صبر لعطشان عن الماء الزلالي. ما أعراب اسم استفهام في البيت الأول موثقا إجابتك بمهارة النحات. عندنا من ذا موحدة اسم استفهام في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعدي استوفى مفعول. من ذا مجزئ أيضا اسم استفهام على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر
قدموا جوبا تلاه معرفة كيف تصبرون، كيف يكون الصبر، أي مبتدأ اجعل كيف في البيت الثاني في محل نصب حال، أقول كيف تصبرون، أقول كيف يكون الصبر، مبتدأ مرفوع، جبت فعل ناقص مستوفي مفعول على مود أقول أقدر أخليه حال، أي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاه شبه معرفة شبه جملة. عندنا تقول أي قصيدة قرأتها، كيف تضبط حركة أي في الحالتين ولماذا؟ أي في الجملة الأولى بالفتح مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله. أي في الجملة الثانية بالضم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة تلاه فعل متعد استوفى مفعوله. سؤال ترد كيف بمعاني مختلفة، وضحها من خلال ما يأتي. كيف تكفرون بالله؟ كيف ينام المرء مستشعر الجوع؟ كيف حالك في الامتحان؟ كيف الأولى اسم استفهام مجازي خرج لغرض التعجب، كيف اسم استفهام خرج لغرض النفي الضمني، أما كيف حالك فهو استفهام حقيقي. متى محبك للمشانق أرتقي كي ترتقي بعد عروج علاقة. ما أعراب متى وكيف تعرض في محل خرف خبر مقدم وجوبا. متى اسم استفهام مبني في محل نصب في محل نصب مفعول به مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام متى الارتقاء. النجوم ليلى أين بدري طالعا أم منهما تتعلمين أفولا. تتضمن البيت أداتي استفهام، أعرف اسم الاستفهام ثم استبدل الثاني بهل. أين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة وهل منهم تتعلمين أفولا. هذا بالنسبة للجواب. نجي على أيضا وكم من زائر بالكره مني كرهت فراقه بعد المزار. استبدل كم بالنوع المغاير لما هو عليه ثم اجعلها في محل نصب. أقول كم زائرا زرت وزاري هذا جاء وزاري. ألستم خير من ركب المطايا وأنت العالمين بطون راح. اجعل استبدال هل بالهمزة ممكنة. هل أنتم خير من ركب المطايا؟ هل أنتم خير من ركب المطايا؟ أجاوب هذه وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. هاي أعتقد وليس قولك من هذا بضائرة العرب تعرف من أنكرت والعجم. وردت من مرتين ما نوعها في كل مرة. من الأولى استفهامية ومن الثانية موصولة بمعنى أنك. قام رجل إلى معاوية فقال سألتك بالرحم الذي بيني وبينك أمن قريش أنت؟ قال لا. أفمن سائر العرب؟ قال لا. فأي رحم بيني وبينك؟ لأي نوع ترجع الاستفهام الوارد ثلاث مرات؟ أعرب اسم الاستفهام موثقا بالقاعدة. أولا أمن قريش اسم استفهام تصديقي. أفمن سائر العرب استفهام تصديقي. فأي رحم استفهام تصوري. أي اسم استفهام مبني هنا اسم الاستفهام أي مبتدأ مرفوع علامة رفعه أي. أي تاء مربوطة اسم استفهام مبتدأ مرفوع هنا معربة أي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة تلاه شبه جملة. وقال عجيب عجب نفسي بمثله وأين على الأيام مثل أبي أبو. اجعل أين في محل نصب خبر مقدم وغير ما تراه مناسبا. أين يكون مثل أبي؟ قال الرسول أتدرون من خيركم عند الله؟ الفقراء والمهاجرون. في النص الشريف استفهامان استخرجهما مبينا نوعيهما ثم اعرض ما تحته خط. أتدرون اسم استفهام تصديقي. من خيركم استفهام تصور. من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه معرفة. كم بين حيطانها من فارس بطل. كم بين الخبر كم الخبر استفهامية أعرفها. كم فارسا بين حيطانها هنا عندنا شوفوا كم اسم استفهام في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة بين فوق بعد ذني أشباه جمل. ويبسمن عن در تقلدا مثله كأن تراقي وشحت بالمباسم. ضع سؤالين منفصلين يكون جار والمجروب جوابا لهما بأوجز لفظة وأخفة عما يبسم بما وشحت. أي الأكف كبار الغيث ما اتفق حتى إذا افترق عادت ولم يعد.
ما أعراب أي ولماذا وكيف تجعلها تدل على الحدث؟ أي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. أي مباراة تباري الغيث، يعني خليها مفعول مطلق، الحدث يعني خليها مفعول مطلق. لا تأسفن لماضٍ أين صبركم؟ لا حبذا أمل إن فات لا كان. ما أعراب اسم الاستفهام الوارد وكيف تجعله يعرب ظرفا؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة؟ أين تصبرون؟ أين يكون الصبر جميلة؟ أي هاي وحدة، هذه اثنين صحيحة. في يدك القنديل فعلم جيلنا كيف يشعل القنديل. لو أنه قال كيف كان القنديل فكيف توجه كيف مستضيئا في القاعدة؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم وجوبا تلاه فعل ناقص لم يستوفي خبره. قدمت على الكريم بغير زاد من الأعمال ذا ذنب عظيم. ما نوع الاستفهام وما أميز وما ميزة أداته؟ تصديق، حذفت للتخفيف، حذفت للتخفيف. يا دار ما فعلت بك الأيام ضامتك والأيام ليس تضام. كيف يكون السؤال إذا أردنا إعراب اسم الاستفهام مبتدأ؟ شقول أقول ما فعلته، ما فعلته خليها مفعول به خلاص. أيدري الربع أي دم أراق وأي قلوب ذات هذا الركب شاق. في البيت ثلاثة أساليب استفهامية، حددها وبين نوعها، نوع كل منها. أي تعرف مفعول به، اجعلها تعرف مبتدأ. أيدري تصديق أي دم تصور أي قلوب تصور أي دم أراقه وأي قلوب أو أي قلوب شاقه. أي هذه الجملة الثانية، وأي قلوب شاقه. ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول؟ يقول في البيت خصيصة للهمزة دل عليها، استبدل بكيف أداة مبنية أخرى دخلت على الاستفهام المبني في العفو. أنا تسمع، أنا تسمع. عندي أيضا حكي أن غلاما لقي أبا العلاء فقال من أنت يا شيخ؟ قال فلان. قال أنت القائل في شعرك وإني وإن كنت الأخير زماني زمانه لات بما لم تستطع الأوائل. قال أبو العلاء المعري نعم. قال يا عماه إن الأوائل قد رتبوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا؟ فدهش المعري وقال إن هذا الفتى لا يعيش. استخرج اسم الاستفهام الوارد مبينا نوعه، ما خصيصة التي تميزت بها الهمزة في النص، متى نجيب بالحرف نعم، من أنت يا شيخ، نوعه تصور حذفت للتخفيف. عندما نريد نفي الجملة المنفية أو إثبات الجملة المنفية، النقطة بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إذا حل به الغيار؟ إذا علمت أن الباء في بالملح زائدة، فما أعراب كيف ذاكرا السبب وما أعرابها؟ لو علمت أن هناك فعلا محذوفا بعد كيف تقديره نفعا. كيف الملح اسم استفهام مبني على مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه معرفة. كيف نفعل اسم استفهام مبني في محل نصب حال تلاه فعل تام. فأي فتى ألقاك في الحروب وأي ثبات في الحرب تثبت. تكررت أي مرتين، ماذا أفادت في كل مرة وما أعرابها في شطري البيت؟ أي الأولى تفيد الاستفهام عن العاقل، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. وأي الثانية تفيد الحدث، مفعول مطلق أو منصوب علامة نصبه الفتحة تلاها المضاف إليه من لفظ الفعل الموجود في الجملة. أيدري عباد الله أين ما لهم إذا ما بدا من ساعة الحشر مطلعه. يقول استخرج اسم الاستفهام واعرفه، اجعل الاستفهام في بداية البيت تصورا. أين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة؟ أيدري عباد الله أم لا يدرون كيف يدري عباد الله؟ هذا كله تصور. وما زلت على العشرين سني، فما عذر المشيب إلى عذاري، وخير أخوانك المشارك في المر، فأين الشريك في المر أيانا. ورد اسم الاستفهام في البيتين تلاهما اسم معرفة، فما الفرق في الإعراب معززا قولك بالقاعدة؟ ما عذر المشيب يعرب اسم استفهام مبني
على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم. أين الشريك؟ يعرب اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. نكمل أعزائي الطلبة. ولقد كنت في عصر الشباب من جانبه صبايا، فأن الآن والشيب طالع. ما معنى أداة الاستفهام وكيف توجه إعرابها إذا كان هناك محذوف تقديره أن الأمر؟ أن بمعنى كيف، أن الأمر اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة. يقول أجاري غافل أنت أم متغافل؟ أفلم تسر في الأرض فتنظر كيف كان عاقبة الذين تقاعسوا؟ وكم من متعاقس عض الأنام على ما فرط، ولكن أنا له الندم. ما خصيصة الهمزة في النص؟ كيف توجه إعراب اسم الاستفهام الواردين في النص؟ ما نوع كم وما إعرابها وما السبب؟ نجي هنا أول شيء حذفت الهمزة إلمن للتخفيف. كيف كان اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم وجوبا تلاه فعل ناقص لم يستوفي خبرا. أن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاها معرفة. خبرية هنا كم هي خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعد استوفى مفعولة. أي فضل فضلي إذا كنت أرضى من طالب العلا بنزر يسير. كيف تعرف أي وكيف تعرفها حين تقول أي فضل فضلت ولماذا؟ أي فضل فضلي هو هنا اسم استفهام مبتدأ أو خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاه معرفة. أي فضل فضلت هنا راح تصير مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة لأن المضاف إليه من لفظ الفعل الموجود في الجملة. أما ترى ظفرا حلما سوى ظفري تصافحت فيه فيه الحمد واللمم. لماذا لا يجوز أن يكون الاستفهام بغير الهمزة وماذا نسميه؟ لأن الاستفهام منفي استفهام تصديق. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما أعراب أيان مستعينة بالقاعدة وما الفرق بينه وبين متى؟ أيان اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه معرفة. أيان اسم تسأل عن المستقبل فقط وتفيد التهويل، متى تسأل عن الماضي والمستقبل. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم أياه يعنونا، من في محل رفع لماذا في محل رفع لماذا وكيف تجعلها في محل رفع بغير هذا السبب تلاها نكرة. من الفارس؟ أن اهتديت وكنت غير رجلي. أن يتجاذبها شبهان يقول أن يتجاذبها شبهان شبه بكيف وشبه بأي. حدد أحد الشبهين في القول ثم أعرفهم. شبهها بكيف اسم استفهام مبني في محل نصب حال تلاها فعل معرفة. أي معلقة قرأت وأي معلقة قرأتها؟ ما حركت أي الواردة مرتين؟ أي في الجملة الأولى راح تكون بالفتح لأنها مفعول به مقدم وجوبا منصوب علامة نصبه الفتحة تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعولة، بينما أي في الجملة الثانية بالضم لأنها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة تلاها فعل متعدي استوفى مفعولة. نقول لو قلت أي يعيش قلب معذب، استخرج اسم الاستفهام مبينا دلالته ثم أعرفه. كيف تعرف أي حين تقول أي عيش تحب ولماذا؟ أي يدل على الحدث ويعرف مفعول مطلق منصوب الفتحة تلاها المضاف إليه من لفظ الموجود في الجملة. أي الثانية أي عيش تحب؟ أي نا مفعول به منصوب الفتحة تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعولة. وعادة السيف أن يزهن بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل. استفهم عما تحته خط بما يزهن استفهام متناسب مناسبة. أين صبري أم كيف أملك دمعي والمطايا للضائعين تسرق. أعرب اسم الاستفهام الأول وكيف تجعل إعرابه في محل نصب مستوفيا الأوجه الممكنة. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه معرفة. أين يكون الصبر أو أين يكون الصبر جميلا أين تصبرون. ثلث لها من هذا الذي
قلت لها من هذا الذي مات الخلق كلهم بموته؟ فقالت أو ما تعرفه؟ فقلت لا. فقالت فديتك أبو مالك الحجام. فقلت عليك لعنة الله. خرج الاستفهام للتصور مرة ومرة أخرى للتصديق والضحك، ثم أعرب التصور معلما. من هذا تصور أو ما تعرفه تصديق. من اسم استفهام مبني في محل رفع أو خبر مقدم وجوبا في محل رفع أو خبر مقدم وجوبا أو مبتدأ تلاه معرفة. قال تعالى أنى يحيي هذه الله، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وقال الشاعر كيف يكون المرء حرا مهذبا ويأتي بما يأتي به كل فاسق. الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام واحد إن اختلف السبب، وضح ذلك. أن اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاها فعل تام. وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل ناقص مستوفى خبرة. ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة الشمع أم من فرقة العسل. ما أعراب اسم الاستفهام موثقا؟ ثم بين الحرف المحذوف وسبب حذفه. أدنى اسم استفهام ما مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلاه شبه جملة. الحرف المحذوف الهمزة أم من حرقة الشم للتخفيف. وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جوا يذوب. أجعل ما تحته خط جوابا للسؤال بأداة استفهام مناسبة. وكيف أراك؟ كيف أراك؟ نجي هنا سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكثر من يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. أعرب اسم الاستفهام موثقا بالقاعدة. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم وجوبا تلاه معرفة. زين نجي تسألني وهل أحببت قلبي وكم خلا صحبة وكم خليلي. يقول ما نوع كم الأولى وما أعرابها ولماذا؟ الأولى استفهامية، اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول فيه تلاه فعل متعدد لم يستوفي مفعوله. هنا أنا عن عبد الله بن مسعود يقول قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال إني أعلم الناس أبصرهم، إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. يقول ما دلالة اسم الاستفهام وما أعرابه ولماذا؟ أي تدل على العاقل. اسم استفهام مبتدأ وعلامة رفعه الضمة لها نكرة. قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ما دلالة أنى وما أعرابها ولماذا؟ تدل على الحال. اسم استفهام مبني في محل نصب حال تلاها فعل متعدد. لأجعلن سماء الكفر شاحبة فقد تبصرت حتى لا تمس قبري. وردت لات غير عاملة، كيف تجعلها عاملة مع التغيير المناسب؟ لات حين مصطبر، لات حين مصطبر. متى ينقض الوقت والله قادر فنسكن في هذا التراب ونهدأ. ما أعراب اسم الاستفهام ذاكرا القاعدة؟ اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام. أيضا عندنا التمارينات حلهن اللي موجودات عندنا بالكتاب. استخرج اسم الاستفهام واذكر دلالته وأعرابه مبينا السبب فيما يأتي. عندنا أول شيء قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. ما لغير العاقل اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه معرفة. ثانية أن الحال اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاه فعل ناقص استوفى خبره. ماذا لغير العاقل اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به تلاه فعل متعدد لم يستوفي مفعوله. من للعاقل اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه معرفة. كيف للحال اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. كم لغير العاقل خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدا تلاه فعل متعدد استوفى مفعوله. عندنا كيف للحال اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة. أيانا لزمان المستقبل اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام. أي للعاقل اسم استفهام مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة تلاه فعل متعدد استوفى مفعوله.
أين للمكان اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب تلاه فعل تام. هذه بالنسبة للحل اللي موجود بالتمارين اللي الكتاب. هنا يقول استخرج الأسماء الاستفهام وبين نوعه من حيث الجواب تصديق أو تصور وذكر السبب ويستنبؤونك أحق هي قل إي وربي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قال الهبل أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يزع. السادسة يا أبا القاسم الذي ليس يدري أرصاص كيانه أم حديد؟ أيضا من ذا يغير على الأسود بغابها أو من يعوم بمسبح التمساح؟ كم مسكينا أعنته؟ إلى أربيل سافرت أم إلى كركوك؟ هل ترى النجاة في الصدق؟ أي فتاة تصاحب؟ هاي الحل مالتهم، الحل مالتهم التمارين 11 تمرين. حاول تحلها من طالب أنت بنفسك وبعدين تشوف الحل صحيح أم خطأ وتعرف الأخطاء اللي تقع بها. عندنا أيضا التمرين اللي وراء يقول ما الذي يميز الهمزة من هل فيما يأتي؟ قال تعالى أفعينينا بالخلق الأول؟ قال تعالى أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال تعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سادسا أولم تحافظ على الممتلكات العامة؟ سابعا صدقا قلت أم كذبا؟ أئنك مدافع عن حقوق الطفل؟ أإذا التزم الناس بأداء الزكاة انتهى الفقر؟ هذا أعزائي الطلبة الحل مالتين، أيضا حاولوا تحلوهن وحدكم وبعدين تشوفون الحل الموجود. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لأن احنا جاي ندي وياكم مراجعة مركزة وشاملة وراح تفيدكم هواية. أعتقد هسه أصبح موضوع الاستفهام موضوع سهل وبسيط ويقدر الطالب أنه ياخذ عليه درجة كاملة بالامتحان الوزارة. عندنا أيضا تمرين الرابع استبدل هل بالهمزة فيما يلي وإذا تعذر ذلك فاذكر السبب. نقول أولم ترى أن الحوادث أهلكت إرما ورامت حميرا بعظيم يتعذر لأن هل لا تدخل عن النفي. قال الأعشى ألم تختمض عيناك ليلة أرمذا وعادت ما عاد السليم المسهدا يتعذر لأن هل لا تدخل عن النفي. أيضا قال المتنبي أيدر الربع أي دم أراق وأي قلوب هذا الركب شاقة هل يدري الربع أي دم أراق. قال شوقي فليسألن عن الأرائك سائل أحملن فضلا أم حملن فضولا يتعذر لأن هل لا تجتمع مع أم المعادلة ولا تأتي للتصرف. ألم يكن التسامح من صفات المسلم يتعذر لأن هل لا تدخل على النفي. أكرم المتفوق هل أكرم المتفوق هل كرم المتفوق. أتعلم أي ذل في السؤال غير الله هل تعلم أي ذل في سؤال غير الله. أيضا عندنا التمرين اللي وراء قال تعالى أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ما خصيصت حرف الاستفهام الهمزة لها الصدارة على أحرف العطف ودخلت على النفي. باء أعرب اسم الاستفهام كيف كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. أيضا عندنا قال الفرزدق يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا. استبدل بأين اسم استفهام بمعناه أي مكان حل الجود أن حل الجود. أيضا عندنا أعرب أين واذكر السبب اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاه فعل تام. قال المتلبي وكيف كليل العاشقين كمنته أراقب في الشمس أيان تغرب. هنا عندنا استبدل أيان اسم استفهام بمعناه أي زمن تغرب أنا تغرب متى تغرب. أعرب أين واذكر السبب اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام. أيضا قال شوقي بسيفك يعلو الحق والحق أغلب وينصر دين الله أيان تضرب. اذكر تضرب أيان تضرب اذكر الزمن الذي أفادته أيان أفاد الزمن المستقبل. بين الفرق بين أيان ومتى. أيان تسأل عن زمان المستقبل فقط وتفيد التهويل متى تسأل عن زمن الماضي والمستقبل ولا تفيد التهويل. قال البارودي وكيف يكون المرء حرا مهذبا ويرضي بما يأتي به كل فاسق. استبدل بكيف اسم استفهام آخر
أن يكون المرء حرا، أي حال يكون المرء حرا. اعرف كيف واذكر السبب. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل ناقص استوفى خبره. قال الشاعر: متى يستقيم الظل والعود أعوج، وهل ذهب صرف يساويه، وهل ذهب صرف يساويه بهرج. اعرف اسم الاستفهام متى واذكر السبب. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب في مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام. استبدل هلا حرفا اخر، او ذهب صرف يساويه بهرج. قال الشاعر: اي قلب هام فيكم وسكن، او توالي غيركم طول الزمن. ما معنى اي ومن؟ اين يستفاد هذا المعنى؟ لغير العاقل يستفاد هذا المعنى من المضاف اليه بعده. اعرب اي واذكر السبب، اي اسم استفهام مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهره تلاه فعل لازم. لا تقول اسم استفهام راسا، نقول مبتدا مرفوع. ثامنا: الم تحافظ على نظافه زقاقك؟ كيف تجيب عن هذه العباره بنعم ام ببلى؟ نعم لم احافظ على نظافه زقاقي، بلى حافظت على نظافه زقاقي. أتسامحا تبغي أم تعصبا؟ أتبتغي تسامحا أم تعصبا؟ أي جملتين أصح؟ أدعم بإجابتك بالقاعدة. الجملة الأولى أصح لأن المستفهم عنه واقعا بعد أم مباشرة. الجملة الثانية غير صحيحة لأن المستفهم عنه لم يقع بعد أم مباشرة. أي شخص سألت؟ من سألت؟ في أي جملة؟ جملتين اسمان للاستفهام، أعربهما مبينا الفرق بينهما. أي اسم استفهام مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. من سأل اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به تلاه فعل متعدي استوفى مفعوله. هنا مرات سألت تجي ترى لازمة وتجي اكو انواع سأله. هنا عندنا 11: اي سيارة اشتريت؟ اي سيارة اشتريتها؟ اي اسم استفهام في الجملتين؟ كيف تضبط حركة اخره في الحالتين ولماذا؟ أي في الجملة الأولى حركتها الفتحة لأن إعرابها مفعول به منصوب تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله. أي في الجملة الثانية حركتها الضمة لأن إعرابها مبتدأ مرفوع تلاه فعل متعد استوفى مفعوله. وراها مواقف من تحترم، كيف تعرف اسم الاستفهام ولماذا؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالإضافة لأنه سبقه بنكرة، سبق بنكرة مضافة. كم دارت سفينة الفضاء حول الأرض؟ تصلح كم الاستفهامية لموضعين أعرابيين، قدر تمييزها في كل موضع ثم عرضهما. كم دورة دارت سفينة الفضاء؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق تلاه تمييز، مصدر من لفظ الفعل الموجود في الجملة. كم مدينة دارت سفينة الفضاء؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل لازم. عندنا التمرين السادس يقول: اجعل ما فوق الخط جوابا لجملة استفهامية بأداة استفهام مناسبة فيما يأتي. قال الحارث: اجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. متى اجمعوا أمرهم؟ أي زمان اجمعوا أمرهم؟ قال المتنبي: كئيبا توقاني العواذل في الهوى كما يتوقى ريض الخيل الحازم. كيف توقاني العواذل؟ أنا توقاني العواذل، أي حال توقاني العواذل. قال بشار بن برد: إني لأكتم في الحشا حبا لها، لو كان أصبح فوقها لأظلها. فيما أكتم حبها؟ في أي شيء أكتم حبها؟ تقع محافظة ذيقار جنوب العراق، أين تقع محافظة ذيقار؟ أي مكان تقع محافظة ذيقار؟ اجتهدت اجتهاد العلماء، أي اجتهاد اجتهدت؟ يحشر الناس جميعا يوم القيامة، أيان يحشر الناس جميعا؟ الزهراء قدوة مثال المرأة المحتشمة، من القدوة للمرأة المحتشمة؟ أي مرأة القدوة للمرأة المحتشمة؟ ينفق المؤمن أعز ما يملك في سبيل الله، ماذا ينفق المؤمن في سبيل الله؟ أي شيء ينفق المؤمن في سبيل الله؟ خلق الناس أحرارا، كيف خلق الناس؟ أي حال خلق الناس؟ ميز بين أم المتصلة وأم المنقطعة مع أعرابهما فيما يأتي. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ منقطعة حرف عطف بمعنى بل لا محل له من الإعراب. قال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم نحن أم من خلقنا؟ متصلة حرف عطف معادل لا محل له من الإعراب. قال تعالى: قل إني أدري أقريب ما توعدون، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا؟ منقطعة حرف عطف بمعنى بل لا محل له من الإعراب. قال تعالى: أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ منقطع حرف عطف بمعنى بل لا محل له من الإعراب.
خامسا، قال تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه. منقطعة حرف عطف بمعنى بل لا محل له من الإعراب. قال عنتر: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم. منقطعة حرف عطف بمعنى بل لا محل له من الإعراب. أعندك مال أم ذهب. منقطعة حرف عطف بمعنى بل لا محل لها من الإعراب. المتنمر لا يرعوي سواء عليه أدعوته إلى الاحترام الآخرين أم لم تدعه. متصلة منقطعة الأولى متصلة حرف عطف لا محل، العفو، متصلة الجواب أدعوته إلى الاحترام الآخرين أم لم تدعه. هنا تجي متصلة وتجي منقطعة، زين، حرف عطف لا محل له من الإعراب. قال تعالى: هنا عندنا السؤال اللي وراه، ميز كم الاستفهامية من كم الخبرية واذكر دلالتها وإعرابهما مع تمييز فيما يأتي. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم خبرية تدل على التكثير. كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعد مستوفى مفعولة من حرف جر، ملك اسم مجرور علامة جره الكسرة. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. استفهامية تدل على عدد غير العاقل. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعد استوفى مفعولة. قال تعالى: كم لبثت. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. استفهامية تسأل عن عدد غير العاقل. كم اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاه فعل تام. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. خبرية تفيد التكثير. كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعد استوفى مفعوله ومن حرف جر، وقرية اسم مجرور علامة جره الكسرة. قال الإمام علي عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. خبرية تفيد التكثير. كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعد استوفى مفعوله ومن حرف جر، وصائم وقائم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قال البحتري: كم صديقا عرفته بصديق صار أحظى من الصديق العتيق. خبرية تفيد التكثير. وكم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعد استوفى مفعوله صديق مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. قال الحلاج: كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفاني أفنيها. خبرية تفيد التكثير. كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعد استوفى مفعوله ودمعة المضاف إليه مجرورة وعلامة جره الكسرة. كم طبيب في المستشفى، هنا استفهامية تسأل عن عدد العاقل. اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة، وطبيبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كم عاملة في المستشفى في المصنع، استفهامية تسأل عن عدد العاقل. كم اسم استفهام في مبني في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة، عاملة تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. أيضا هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود، أتمنى وفقت في تكملة المراجعة، وإن شاء الله احنا مستمرين وياكم بالمراجعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.